اوكي لا تحكي لا تحكي تلقى المكياج حيطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جود سكيت هنا. طبعا اليوم عندنا حلقة مميزة مع ضيفة غير مميزة، مميزة خديجة أشرف. ليه قاعد تدور؟ ما أدري حسك بتاكليني عود بالله يا شباب. بداية الحلقة لازم أغني حاجة. أوكي يلا واحد اثنين ثلاثة معايا. أوكي. رمضان جانا وفرحنا بي بعد غياب. ايش بكنك كذا من طيور الجنه؟ ايش فيه؟ بنسوي كيكه، بس كيكه ايش؟ ليش مو باين في الخطوات؟ كيف انا اقول لك الخطوات كيف. يلا قبل لا ابدا حاجه، اوكي بما انه هذا مطبخك، اوكي فاليوم انا بتحداك تسوي الطبخه معايا، بس انت مقفل عينك. من جد؟ والله من جد. طب اسمع، بس فقره نجيب الاشياء، انت جيب الاشياء بس حطها وانا اقول لك. طب كيف اربط عيني بالمنديل؟ ايش فيه؟ والله ضبطت صح؟ والله اني فن يا شباب. حطوا لايك قبل ما تكملوا الحلقه لانه معاكم احسن واحد يجيب افكار. جودي ساين يا رب ما تنقطع. جودي ما يصير، انا قاعد تعالي، هو هي هنا تعالي. عندكم صحون احلى من صحون بيتنا. ايش هذا؟ اسمع والله اني خطير، والله بدون ما اشوف. شوف يا واحد منه فانيليا، انت وضميري. تعال امسك دوق دوق. ها دوق دوق، ما احنا طالبين. امسك الصحن عشان ادخل اصبعي وادوق. لا 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 ايش فيها؟ بناكل منها ما نبغى. طيب ايش ايش تبي كمان؟ طيب نبغى ربع كوب دقيق وكوب سكر. قول والله انك ما انت شايف. اقسم بالله ماني شايف، ربي ماني شايف. هذه المفروض تنحط. مين حضر الاسئله؟ مو انا ترى. دقيقه، المفروض خلاص كذا تنحط. لا هذا لازم تسيبه زي كذا. معليش هذه حق الاغنيه، ما عندنا في بيتنا. شعري والله بيلصق شعري ذا. اليوم معانا البخور والقهوة. تفضلوا القهوة يا شباب، تفضلوا كذا باليسار تمسكوها الدلة. ترى ما صار ولا شيء، صار كأنه حبيبات شوكولاتة. في حليب ساخن دقيقة. عادي أقدر أذوقه عشان يدي نظيفة. أنت حطيت ملح! ترى عندك مواهب كثير أنت. تعال بنقطع فيه بس اصابعك نحط حلا فيها. لا زين نزين كتكات. لا لا كتكات بالاصابع. اخلطي اخلطي. يقولوا اللي يموت في رمضان يدخل الجنه. جد؟ اقتلي نفسك. طيب تعال نجرب. انت في رمضان حتنمسكي مع ابليس. طبعا يا شباب اوريكم حركه، حنحط زيت هنا هذا عشان ما يلصق، فاهمين كيف؟ بسم الله الله. في هذه اللحظة خديجة راح سوف تضع الخليط بالفرن بدرجة حرارة 180 درجة باتجاه القمر الصناعي حق شركة تلسكوب. حنضغط كل الأزرار ونضغط الزر هذا. يا أخي ذا يبغاله وصفة سحرية عشان نشتغل. إيش هذا؟ ها يقول لك وين اتجاه الحرارة. كده يا شباب نقدر نقول 20 دقيقة عبال ما تجهز أفضل طبخة في برنامجنا. طبعا يا شباب راح ناخذ فاصل. انا داري انكم ما انتم قادرين انكم تفارقونا. حناخذ فاصل نرجع لكم. بسم الله. اوكي شباب كذا نقول الكيكه خلصت، بس دحين بنسوي لها الصوص. اوكي بعد ما تكب الحليب ايش تسوي؟ ايش؟ حط الشيء هذا بايد وحتجي المرحله الحاسمه. احس بينزل مويه. المفروض انه الكيكه تتزين باشياء حلوه ان شاء الله. لما نقلبها زين زواجك ان شاء الله انا اسوي لك الكيكه في زواجك. سمعتي؟ سمعتي مين؟ امي. امي ما اتشرب الكيك، ما اتشرب. عادي واو عادي. الله واو واو، في الشوكولاته في النص كانها لافا. يا اخي انت بس من بالاسم ليش ايش بك؟ عجن عجن يلا بلعب بطريق دي. يلا لا تعال. Happy birthday to you. طب اسمع نقدر نجيب احد يجربها غيرنا اول؟ لا انت قطعيها حسن هنا جهزيها وقولي. Happy birthday to me. الله يعطيك العافيه. والله اكثر حلقه الامهات حيسووا لها بلوك، واذا قناتها انحضرت انا مالي دخل. طيب عشان انا طبخت هذا الكيك
حاخذ اصغر ما يمكن من القطعه. لا 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 لا, لا. نسوي قبل شوي قاعده تاكلي بيدك الرز كذا كانك يا عبد الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. كلي. ايوه حلوة. مو حلوة. والله انك سنك. هذا طعمي. انا ذوق. شكلها حلوة من جد. بسم الله. كم ليه. تحقي يا. واحد. الكيكة مرة كانت لذيذة، تقدروا تطبخوها في رمضان. أسهل وصفة للكيكة معايا أنا وجودي، وإن شاء الله إن الوصفة عجبتكم. ولا تنسوها كمان إذا بنات تحبوا إنه تدلعوا حماتكم وتعطوها يعني كذا انطباع حلو، أو إذا بتتزوجوا أول شوفة شرعية لازم تسووا هذا الكيك. ندمتي؟ وبكذا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى إنه الحلقة عجبتكم، ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا لشركة تلسكوب على على انهم تحملونا. اشكريني. وشكرا جودي انه ضيفني بقناته. شكرا لخطأ مطبخي، افضل برنامج طبخ في اليوتيوب. ولما تشوفوا اي احد يسوي برنامج طبخ باليوتيوب ادخلوا له بالتعليقات اكتبوا له خطأ مطبخي ارجل منك.